مرحبا بكم. في اليوم 46 للغزو الروسي لأوكرانيا، وسط ترجيحات بانطلاق معارك كبرى وجبهات واسعة شرقي البلاد، حيث قالت كييف إن الجيش الروسي يعيد تجميع قواته ويخطط للتقدم نحو خاركييف مرورا بماريوبول ليعود مرة جديدة إلى مهاجمة كييف. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدميرها مقر قيادة وموقع انتشار لقوات أوكرانية في مقاطعة دينيبرو بتروفسكا. من ناحية أخرى وإلى لوغانسك هذه المرة، حيث أفاد عمدتها بتزايد القصف على المدينة، بينما أعلنت إدارة سومي سيطرة أوكرانيا على حدود المدينة جزئيا. ومن جهتها نقلت شبكة CNN عن مسؤول أوروبي قوله إن نحو ربع القوات الروسية لم تعد قادرة على مواصلة القتال في أوكرانيا. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.